أنا ما أريد أذكر بعض الأسماء فوق المنبر، لماذا واحد يسمي أبناءه بأسماء أعداء الله؟ مثل بعض الأسماء اللي متداولة مع الأسف بيننا كثيرا، أسماء أعداء الله. لماذا يسمي أسماء أبنائه وبناته بأسماء حيادية ولا أمثل، يعني لا تدل لا على الخير ولا على الشر، لا ترتبط لا بأعداء الله ولا بأولياء الله؟ واحد يسمي أسماء أولاده بأسماء أولياء الله.